السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله محاضرة قيمة وشيقة عن البرمجة بدون كود أو اللو كود. إن شاء الله يشرفنا وجود أستاذنا الفاضل المهندس مصطفى جبر. مهندس مصطفى كان درس بكالوريوس في الهندسة المعمارية والتصميم البيئي من الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا وفي النيل البحري فرع القاهرة، وبعد كده التحق بالأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا فرع الاسكندريه للحصول على درجه الماجستير في التقييم البيئي والاستراتيجي. وهو مهتم جدا ان هو يطور نفسه ويتعلم بشكل تعليم ذاتي، بس هو عنده ايضا اهتمام بنشر المعلومات اللي هو بيحصل عليها، فهو شارك ونظم كثير من ورش العمل في مصر والمانيا وكينيا واوغندا ورواندا. على سبيل المثال التيو المباني النشطه والمدرسيه المدرسه الصيفيه النشطه وإعادة تجميل أفريقيا وجامعة العلوم التطبيقية في أوجنسنبورغ وأدوات البيب للتنمية المستدامة لأفريقيا والتي يو إم الجامعة التقنية في ميونخ وجي كي يو آر إي تي في كينياتا جامعة الزراعة والتكنولوجيا. وفاز بالعديد من الجوائز زي مثلا التطوير المشترك لدورات الإسكان الفعال والمستدام في أفريقيا وخبير بيم ومحاكاة مستدامة، وقام بالتدريس في 3 جامعات في افريقيا اوغندا ورواندا وكينيا بالتعاون مع اتش اس اي في جوثنبورغ بالمانيا، وشارك في دورات في شرق افريقيا وخبير في برامج كتيره جدا زي الجي اي اس والاركيكاد والاوتوديسك وبرامج ادوب ديزاين وكثير من البرامج الاخرى. عنده معلومات كثيره جدا ومتخصص في الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي والميكسد رياليتي، وما شاء الله يعني كل ما اجي ادور على بحث الاقي سابقنا فيه بمراحل. او عارف انا اقصد انهي بحث بالذات، البحث ربط البيم بالاستدامه، فما شاء الله انا لسه بفكر فيه لقيت هو يعني سابق من سنين، ربنا يبارك فيه. اتفضل دكتور. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس عمرو، انت يعني زودت عليا كلام كتير جدا جدا جدا، انا مش كل ده خالص خالص يعني. ربنا يكرمك يا باشمهندس عمرو، والله انا فقير الى الله يعني، الحمد لله رب العالمين. طيب السلام عليكم يا شباب. انا بحاول اخلي المحاضرات بتاعتي او حتى اي حاجه لما اجي اتكلم في مواضيع تبقى اكتر انتراكتيف. لو في حد عنده أسئلة طبعاً نرحب بيه. الهدف هنا توصيل المعلومة على قد ما أقدر في إيجاز. الكلام اللي هيتقال ده بحر كبير جداً جداً جداً، احنا بنحاول نديك الخيوط لهذا الموضوع، وانت بقى وشطارتك وانت وشطارتك يعني في استقصاء العلم في كل حاجة يعني. أول حاجة عاوز احنا نتكلم النهاردة عن النو كود لو كود. أول حاجة عاوز أقولها لكم بصراحة يعني مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها نو كود لو كود. الله، أمال المحاضرة دي؟ المحاضرة عن ازاي ما تكتبش كود او ازاي تكتب كود خفيف. بس لفظ نو كود نو كود مقارنه بالكود الاساسي ما يعتبرش كود، يعني ما يعتبرش كميه كود كبيره. هنعرف قدام ازاي. الفكره هنا ان ما فيش حاجه اسمها ما فيش كود. الكود ده هو اللغه، حتى يعني لما بنيجي لغه اسمها لغه الاشاره، حتى كمان لما بنيجي نشاور لحد او بنتكلم معاه وما اعرفش اسمها لغه الاشاره، فلازم يبقى في لغه ما بيني وما بين الكمبيوتر او ما بين اليوزر والكمبيوتر. ف بيز لاين كده كلمه نو كود لو كود، ما احنا ما بكتبش كود بس اوريدي في كود. طيب هو الكود ده عباره عن ايه؟ يعني ايه كود؟ الكود ده عباره عن لغه
لغة ما بيني وما بين الكمبيوتر. الكمبيوتر على حسب هو بيفهم أنهي لغة أنا بكتب له، أو على حسب الكومبوننتس اللي عندي اللي أنا بستعملها بأنهي لغة هو بيفهمها. كل لغة وليها الفوكابلاريز بتاعتها، بس الجرامر بتاع الكودينج معظمه واحد. يعني لو قلت لك مثلا if statement، معرفش انتوا اخدتوا الحته دي في المدرسه ولا لا، بس مثلا if statement دي يعني لو اليوزر داس على الزرار دوت هيعمل كذا، لو ما داس اعمل كذا، يعني if statement else. دي بيزك بيسموها لوب كود لاين. طيب هو الفرق بقى ما بين الداتا والانفورميشن والنوليدج والانسايت والويزدم؟ اظن انت اتمنى يعني ان انتوا شفتوا الصوره دي قبل كده، منتشره جدا على الانترنت. يعني الداتا اللي هي البيانات، اللي هي مجموعه بيانات، بياناتك. اول ما تقول ان ده اسمي يبقى دي معلومه، اول ما تقول ان ده عنواني يبقى ده معلومه. لما تربط اسم مصطفى بعنوانه يبقى انت عملت اكتسبت نوليدج، اكتسبت معرفه ان مصطفى ده عنوانه كذا. الانسايت او البصيره اللي انت شايفها هي ان انت تمسك المعلومات او المعرفه الانفورميشن نفسها النوليدج سوري، وتبقى بصيره بالنسبه لك هتوديك لحاجه. الوزدم هي الطريق نفسه اللي بيشرح لك، او الحكمه بيشرح لك ازاي تروح العنوان ده. يعني تعالى ندي ده مثل اكتر. انا عندي شويه انفورميشن، شويه معلومات عن عناوين بتاع موجوده جوه القاهره، وربطت العناوين دي ببعض، بشوارع، بمعرفش ايه، وربطت ان في هنا مثلا سوبر ماركت. الويزدم ان الجوجل يقول لك الطريق من هنا علشان تروح المكان اللي انت عاوزه. طيب هو ايه مكونات البرنامج؟ اي برنامج في الدنيا لازم له انترفيس، يوزر انترفيس او يوزر اكسبيرينس، يخلينا في المكان في يوزر انترفيس، وليه كود وليه داتابيز. داتابيز نتفق ونختلف على حسب انواعها وعلى حسب حاجتها. يعني مثلا في ناس ممكن تعتبر التكست فايل ممكن يبقى داتابيز، ممكن توصل لاي حاجه بقى، داتافيرس مثلا على ازوري مثلا في مايكروسوفت، مش عارف. مش هخش في كلمات كبيره، بس خلينا نقول داتا اكسل يعتبر داتابيز مثلا. دول الثلاثة كومبوننتس. فين الكود؟ لازم يبقى موجود علشان اربط ده بده، وانا اربط ده بده ازاي؟ لازم يبقى فيه لغة ما بينهم. طيب خلينا نقول ان في حاجة اسمها نو كود، يعني انا ما بكتبش كود، بس في نفس الوقت اقدر اكتب كود. دي حاجة اسمها فلو بيزد بروجرامينج. يعني ايه فلو بيزد بروجرامينج؟ يعني انا عندي شويه تريجرز وشويه اكشنز بربطهم ببعض بيطلعوا لي نتيجه. حاجات دي ممكن تبقى مربوطه بداتابيز، ممكن تبقى مربوطه باكشن اليوزر بيعملها، whatever الحاجات اللي اليوزر بيعملها بنقدر نعملها، يعني بنقدر نكونها في بلوكس زي ما انتم شايفين كده. ده هنا when a file is created، لما فايل يحصل له creation، recognize text اللي موجود في الصورة كده، يعني أنا بقدر أخلي الكمبيوتر يشوف التكست اللي موجود في الصورة.
بعد كده run flow مش عارف عامل ازاي, condition مش عارف ايه, هنشوف الحاجات دي لايف. طيب ما تيجي نشوفها لايف. اوكي في, لو انت كتبت على الانترنت no code software او no code websites, هيطلع لك كمية websites كبيرة جدا وكتيرة جدا, كل واحدة ليها مميزاتها وعيوبها واللينكات بتاعتها وهي بتشتغل مع websites ايه وهكذا. زابر از ده موقع من المواقع دي. نقدر نشوف مثلا هنا, تعال نشوف اكسبلور. تمام, most popular, انا كنت فاتح الصفحه most popular. انت عاوز تعمل ايه؟ دي حاجات اوريدي جاهزه. يعني انا عاوز مثلا حاجه في البرودكتيفيتي بتاعتي, كالندر مثلا. فيقول لك انا بعمل كونكشن مع جوجل كالندر وويب سايتس تانية ليها علاقة. طبعا بيقول لك ان دي بيتا لسه مش شغالة قوي. مثلا جوجل كالندر تقدر تعمل تكونكت جوجل كالندر بتاعتك, مثلا اول ما يحصل حاجة في جوجل كالندر اعمل كذا, ابعت ايميل, whatever, فلتر حاجة, اكتب نوشن, حط الكلام دوت في جوجل شيت. ممكن كمان تزود وتشوف هنا اكتر applications اكتر تانية ليه. طيب هنا تبتدي تبير الاب بتاعتك. انا لو تاخدوا بالكم انا اخترت جوجل كالندر كذا بجوجل شيت مثلا. هو كده بيعمل creation بالنو كود. تمام, انت عاوز تعمل ايه؟ هو بيعمل لود اهو, ثانيه واحده بس. عشان افتح كم حاجة تانية. تمام, لما يبقى في نيو كالندر اعمل كذا, او لما يحصل او كرييت ايفنت الفلانية. فمثلا هنعمل كده كونكت جوجل كالندر. التريجر عندي هنا ان انا اول ما احط سبريد شيت جديد او رو في الجوجل شيت بتاعتي هيعمل ايفنت على اساسها. فكل ما احط في الجوجل شيت بتاعتي لازم ابقى مختار طبعا جوجل شيت نفسها هي ايه وانهي جوجل شيت موجودة عندي انا عاوز اعمل فيها ايه. مثلا نيو سبريد شيت رو هيكونكت دلوقتي. ادي الاكونت بتاعي, بس كونتينيو
ودي السبريد شيتس داونلودنج، السبريد شيتس اللي عندي اللي موجوده على الاكونت بتاعي. اختار واتيفر انا عاوز اعمل ايه، احط دوت هنا، اول ما يحصل كذا هيحصل الاكشن ده. هنتكلم اكتر بالتفصيل عليها على ابلكيشن تانية اسمه جوجل، سوري اسمه مايكروسوفت باور ابس ومايكروسوفت فلو او مايكروسوفت اوتوميت. الفكره هنا ان انا عاوزكم بس ايه تخشوا وتشوفوا وتجربوا الحاجات ديت، مش محتاج اصلا تريننج. يعني انت بص هنا وبتملى الريكويرمنتس والدنيا بتبقى سهله جدا. طيب في ايه تاني؟ تعني في دي كده في حاجات تانية كتير. اكيد انتوا عارفين الجوجل فورم، ان انت بتعمل فورم. الفورم دي تقدر تملاها تبعتها للناس، عندك استفتاء استقصاء whatever. هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجات، انا مثلا عامل اسم اقدر ازود الصورة، اقدر مثلا هنا اد question سؤال تاني، السؤال دوت نوعه ايه، short answer paragraph wanted choice check box. ممكن اقول له was it good option 1 مثلا، yes add another option. No, maybe. ممكن ازود صورة هنا كمان، الصورة دي ممكن تروح من على جوجل تكتبها تدور عليها تقول مثلا yes. فانا حطيت الصوره بتاعت الياس في النوم. مهم يس او نو. فدي مميزات موجوده في جوجل فورم. جوجل فورم يعتبر نو كود نو كود بلاتفورم. طيب جميل. هو ده مرتبط بايه؟ انا هعمل سيف، بس هعمل كده all chain saved. دي questions بتاعتي اللي انا عاملها قبل كده، هي already مرتبطه بحاجات. انا اقدر collect الكلام دوت بالايميل، ابعته، اشوف الريسبونسز بتاعتي عامله ازاي، اشوف الريسبونسز بتاعتي اللي انا عاملها. ممكن هنا دي الفورمه نفسها اللي انا ببعتها للناس، زي ما انتم شايفين كده was it good اهي yes. ممكن اخلي الحاجات كلها الجوب مش عارف ايه، خلي دي ثلاثه وادوس submit. سوري الايميل بتاعي اهو، وادوس submit. تمام، فهتطلع ده في الاكسل شيت بتاعي حاجات اللي موجوده. ممكن اخد بقى الاكسل شيت ده استعمله بشكل او باخر حاجات تانية. مثلا نفتح باور بي اي، احط فيه الحاجات ديت، اعمل داتا فيجواليزيشن مثلا. طب هو الداتا فيجواليزيشن ممكن تبقى مرتبطه بداتا بيز؟ طبعا، هي عبارة عن databases. طيب تعال نشوف موقع كمان، عمال بديكوا في مواقع ظريفة يعني. الموقع دوت اسمه app.flourish.studio. الاب ده بيعمل ايه؟ بيعمل visualization database. معلش انت شفتوا قبل كده الريس ده، ده داتابيز بتقول لك سنة كذا كان كذا بيحصل في الدولة دي، وسنة كذا بيحصل كذا في الدولة دي، وده الرئيس بيقول لك انهي بلد، انهي اكتر 10 بلاد.
فده الفيجواليزيشن دي كمان مرتبطه بالداتا. طيب انا هنبص كده ونشوف الداتا. ادي الداتا بتاعتها كل بلاد العالم، كل بلاد العالم موجوده فيها، بس هو مختار اعلى 10. الداتا بيز دي فيها كونتري نيم، فيها الريجن بتاعها. ليه الريجن موجود؟ لان هو هنا طالبها. تاخدوا بالكم كل ريجن ليه لون. اسيا ليها لون، امريكا ليها لون، اوروبا ليها لون، وافريقيا ليها لون، وهكذا. بعد كده ده الريجن الامج يو ار ال بتاع العالم بتاع الدوله نفسها. بعد كده الداتا نفسها اللي موجوده على مدار السنين كلها. ده نوع من انواع الداتا فيجواليزيشن. السايت دوت في كذا حاجه تانيه غير دي، whatever بقى coloring بتاع، ممكن نقول له visualization. كل انواع الفيجواليزيشن موجوده، ليها علاقه مثلا دي فيجواليزيشن شكلها عادي، بس دي فيجواليزيشن ليها علاقه اكتر بالخريطه، خرائط، scattered 3D maps، starting point. انواع الفيجواليزيشن اللي انت عاوزها، فوتو سلايدر، بيفور اند افتر، دي بتبقى اكتر في بيفور اند افتر. الستارتنج بوينت دي برضك اللي هي الفيجواليزيشن بتاعت السانكي دايجرامز ديت. نقول مثلا ان احنا عندنا حاجه وبنهارفست منها حاجه معينه، او حاجه بتودينا الحاجه. اظن الفلورست ستوديو ده بيزد على كتاب اسمه Knowledge is Beautiful. هو كتاب عباره عن فيجواليزيشنز بس بالاشكال دي كلها. طيب خلينا نخش اكتر في حاجه practical بقى. تعال نعمل حاجه practical. طيب ده ويب سايت اسمه باور اوتوميت. تمام، باور اوتوميت بتقدر تعمل فيه فلوز زي بردك سفير. خلينا نقول مثلا هنفتح ده. الباور اوتوميت دوت او الفلو زي ما بيسموه بيعمل ايه؟ بيعمل بتدي له صوره، بيشوف هو فيها عجله ولا لا، راكب فيه اي اي بيديتكت العجل، ومن الاي اي دوت بناخد بيبعت لنا مسج او ايميل. الايميل دوت فيه في الصوره دي فيها عجله او الصوره دي ما فيهاش عجله. فخلينا نران دوت. ونعمل مثلا import لصورة مثلا زي دي، دي عجلة، دي اربع عجلات كمان، وبقول له run flow. done. هو بعت لي دلوقتي يس بايسكل، في بايسكل. طيب تعال نخش بقى نشوف مصارين الفلو ده عامله ازاي. هنأدت كده ونشوف. اوكي، مجموعه من الحاجات. الحاجه الاولانيه انا اخترت التريجر بتاعي، ده اسمه تريجر، اللي بيخلي الفلو يشتغل. ايه اللي بيخلي الفلو نفسه يشتغل؟ انا طلبت منه فايل كونتنت اللي هو please select file or image. انا ممكن اقول له مثلا كمان انا عاوز ايميل،
تمام، واكتب فيه الايميل اللي انا عاوز ابعته لي. باشمهندس عمر ممكن حضرتك تبعت لي الايميل بتاعك في مسج. بعد كده هو بيديتكت ده الاوبجكت دوت بتاع الاي اي بيعمل ايه، ديتكت اند كاونت اوبجكت ان ايمجز. طيب انا اخترت اللي هو بايسيكل ديتكتنج دوت الاي اي موديل اللي انا عامله، انا عامل له اوريدي تريننج. ده موضوع الاي اي ده موضوع تاني اظن محاضره تانية باشمهندسين هيقدروا يشرحوا لكم. طب انت عاوز ايه الفايل كونتنت؟ بصوا اول ما ادوس هنا بيعمل ايه، بيديني حاجات من الحاجات الفلو اللي قبليها او الحاجه اللي قبليها نفسها. فايل كونتنت اللي هي بليز سيلكت فايل اور ايمج اللي هي دي، فانا عاوز الايمج تبقى هي دي، هي دي كونكشن اللي انا عاوزها. طيب انت عندك هنا ايه كمان؟ انا عاوز كمان بعد ما يديتكت الايمج دي يشوف لو هي فيها بايسيكل، لو هي فيها بايسيكل يس هيبعت لي الايميل ده، للايميل ده. خلينا نقفل ده ونكتب الايميل بتاع باشمهندس عمر، او حتى كمان الايميل اللي انا طلبته من اليوزر في الاول. شايفين ده؟ ده ليه علاقة بمانوالي تريجر افلو اللي هو في الاولاني ده، مانوالي تريجر افلو اللي هو ده الاسم اللي في الاول ده. مانوالي تريجر افلو عنده اليوزر ايميل اللي هو بتاعنا اللي انا شغال بيه، او الايميل اللي انا طالبه من اليوزر. طيب هنحط الايميل اللي هنا اللي انا طالبه من اليوزر، ندوس سيف. وسيفت ونتست الفلو. ما نعمل ايه؟ تست. ايه ده في حاجتين، وكمان قال لي ان الايميل مانداتوري. طيب انا هامبورت الصوره تاني، عشان عمر الايميل بتاعك بعت حضرتك على الشات. سوري يا باشمهندس عمر لو هنعمل لك ازعاج. هنعمل كده ونران الفلو. is required. ونران الفلو. يا ريت تقول لنا النتيجة يا باشمهندس. Your flow is running. بعد ايميل باشمهندس عمر. مظبوط؟ وصل يا هندسة، وصل ثلاث بيت مش ايميل واحد. هي دي بس علشان في حاجه جوه حاجه جوه حاجه، بس عملتها في عجاله بس ما. تمام. طيب ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما تيجي نعمله من اول وجديد. طيب لو دوسنا على كرييت هنا هنلاقي 5000 حاجه واوبشنز وحاجات جاهزه كتير، زي بالظبط كده ما كان في الموقع التاني. نفس الفكره بنفس الكونسبت، هي عباره عن حاجات موجوده اوريدي عندي. والحاجات ديت هي عبارة عن قوالب يعني. في عندك هنا مثلا سكاديول كلاود وفي ديسكتوب فلوز، دي ترجع للحاجات اللي هي ليها علاقة ببار اوتوميت. انستنت كلاود فلو ماشي، دي مانيوال تريجر فلو دوت اللي انا كنت شغال بيه، اللي هو مانيوالي بتريجر الفلو يعني بدوس على الزنات في الحتة دي. في حاجات كتيرة قوي 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 تانية ممكن تتريجر الفلو ده، من ضمنها حاجات في شير بوينت، ما اعرفش عارفين شير بوينت لا، بس يعني
حاجات في باور ابس، واحنا هنتكلم عن حاجه زي كده كان شويه. مهم ادي مانيوالي تريجر فلو، اكريت فلو جديد، حط لي ده اقدر اقول له مثلا انبوت ايميل، واقول له مثلا ده الايميل. اوكي هيسالني على الايميلز، اللي عاوز الايميل يجي له يبعته في الشات عشان ابقى احطه في لما ران الفلو. طيب انا بعد كده عندي، انا ممكن اعمل ايه؟ عندي حاجات كتير قوي قوي. اللي انا الحاجات اللي انا اخترتها في الاول، الاكشن اللي انا اخترته كان اي اي بيلدر وكان ديتكت اند كاونت اوبجكتس ان ايمج. الاي اي بيلدر بتاعي ما كانش فيه كاونتنج، الاي اي نفسه ما كانش فيه كاونتنج، كان فيه ديتكشن بس، عشان كده كان عشان كده طلع لي البايسيكل. طيب انا ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن ابعت ايميل مثلا. ايميل ايميل كمان انا ممكن اجيب ايميلات من 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 اكاونت معين، طبعا لازم يبقى عندي ادمن رايتس عليه. ممكن اسند ايميل، فانا هسند ايميل لمين؟ الديناميك كونتنت، للايميل اللي انا اخدته من اليوزر. السبجكت ايه؟ ممكن اقول له مثلا هلو، ممكن هنا كمان نضيف تكست نسميه name. Please enter your name. تمام. هنا أضيف name. Name. Hello. This. Body. Hello. This. City مثلا، ده هتبقى ليه علاقة بالحاجات بتاعتي أنا as a user. Save. هنتست التريجر ده، وهنتست الفلو دوت، هنعمل له تست، هيقول لي انا عاوز اخد شويه ادمن رايتس. ماشي تمام. هنا مثلا هضيف الايميل بتاعي واضيف اسمي. ركزوا كده معايا، الاسم بيكرر فين؟ في السبجكت وفي البادي، والسيتي دي واخدها من الاصل بتاعنا. ران الفلو، ران الفلو. اوكي في ايرور. طيب خلينا نتشيك الايرورز فين. مفيش ايرورز. تيجي نجرب باشمهندس عمر تاني. Please enter your name.
اشمعنى يا باشمهندس صمر؟ ايميل وصل لك؟ هتست معلش تاني على الايميل بتاعي. ايميل وصل لك يا باشمهندس صمر؟ لسه وصل. تمام. وادي الايميل. هلو مصطفى. هلو مصطفى. من الانبوت اللي انا مدخلها. طبعا الانبوت دي ممكن تبقى دايناميك زي ما انتم شايفين يعني، وممكن تبقى ستاتيك على حسب ما اليوزر بيجيبها. ممكن اجيبها من whatever الاكشنز والتريجرز اللي انا عاملها من قبل. طيب الحاجات دي ممكن تبقى كومبلكس لأقصى ما تتخيله يعني، ممكن تحط فيها yes و no زي ما انا وريتكم في الحاجات اللي قبل كده. ممكن تبقى ليها AI actions، ممكن تبقى ليها image detection، image recognition، كله على حسب الحاجات اللي موجودة فيه والحاجات اللي انت مشترك فيها في Power Automate. طيب كل الكلام ده يخلينا نرجع سوري دي حاجة اسمها ايه تاني؟ Flow Based Programming. بالمناسبة انا ممكن اكتب كود جوه الحاجات اللي هي ديت، ابقى اعمل coding expressions لحاجات معينة. هو الكود طبعا محتاج واحد يبقى فاهم كودينج بروجرام، بس زي ما انا قلت لكم مفيش حاجة اسمها نو كود ستيل. ده باين للناس كلها ان هو بلوكس 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 كده، وانت بتعمل لها البروسيس بتاعتها او الفلو بتاعتها، بس في الاخر انت ممكن تكتب كود بتاعك. طيب تعال نخش بقى في حاجة اكتر. في حاجة اسمها low code development. low code development platform زي power apps، زي حاجات كتيرة قوي تانية جوجل عندها وامازون عندها. بس الفكرة هنا ان احنا بنكتب كود بسيط جدا، عبارة عن خط او يعني مش خط، اسف، سطر واحد بس من الكود. طيب تعالوا نجرب. دي ابلكيشن معموله، تعال نشوف بتعمل ايه. ابلكيشن دي انا عملت لها راند دلوقتي، اقدر اعمل نيو انفستيجيشن. الابلكيشن دي بتروح في مشروع وتصور صورة لحاجة مثلا غلط، او حاجة تسليمة غلط، او حاجة مش عاجباك مش هتستلمها، فتبتدي تكتب نوتس للحاجات دي وتجمعها مثلا في بي دي افس وتبعتها للمقاول او تكتب بيها ايميل او whatever. فانا مثلا هكتب مثلا تيست بروجكت والبروجكت نمبر بتاعنا 1 2 3 4 5 6 whatever يعني، وادي النوتس والشخص مثلا هو انا. شايفين هنا اوتوماتيكلي عارف الديت بتاعي، الديت بتاعنا ان هو النهارده، تاريخ النهارده، واللاتيتيود واللونجيتيود بتاع اللوكيشن بتاع اللي انا فيه. فده اللاتيتيود واللونجيتيود بتاع لوكيشن اوتوماتيكلي ديتكت، لان انا مدي له الرايتس. فانا هدوس صح هنا كده، هيقول لي ذا بروجكت از كرييتد سكسسفلي، اللي هو دوت. اقدر اخد ايمجز. طيب يعني بعد كده تعيد عشان اطلع بالصوره حلو.
اقدر اد كومنت واكتب تمام. ده البروجكت بتاعنا، ندوس هنا نلاقي اهو كل الداتا اللي احنا كتبناها في الاول. اقدر اديليت، اقدر اخد صور تاني. تمام. طيب ايه الكلام الحلو ده؟ تعالوا نشوف، نقفل ده كده بقى، نشوف المطبخ. المطبخ عبارة عن شوية سكرينات. كل دي سكرين تظهر لي، دي سكرين بتاعت الكاميرا، دي سكرين بتاعت الكابتشر بتاع الكاميرا، دي سكرين بتاع النوتس، دي سكرين بتاع السكسس، دي سكرين بتاع البروجكت اوفر فيو، وهكذا وهكذا. مجموعه سكرينات جواها مجموعه كومبوننتس. اقدر اعمل ايه هنا مثلا؟ لو احنا واقفين في هوم مثلا هنا كده، اقدر اعمل نيو سكرين. في انواع من السكرينز اوريدي جاهزه، ليست، فورما بتتملي، سكسس، توتوريال، كالندر، ميتنج بوينتس، ايميل، بيبول، اشخاص لهم علاقه بالاورجانيزيشن، او حتى بلانك. خلينا مثلا نعمل حاجه ظريفه، نعمل بلانك ونضيف AI Object Detector. Bicycle Detector. Okay. ده AI أنا كنت مدربه قبل كده، اللي هو اللي أنا وريتكم فيه في العجل دوت. تعال نشوف لو دوسنا play وعملت كده مثلا Detect واختار العجلة، بيكالكوليت بيكالكوليت، شايفين بايسيكل 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 بايسيكل، وعمل برواز على البايسيكلز. ده نوع من انواع الاي اي بتاع اوبجكت ديتكشن. ومنتهى البساطة، انا ما كتبتش اي كود، حطيت الكومبوننت ده، بس طبعا كان ليه علاقة بالاي اي اللي قبل كده. طيب في حاجات تانية انا ممكن بقى ابقى مستغل شوية فيها. لو رحت هنا في التري فيو مثلا، ورحت مثلا على الصفحة دي، الصورة دي بتطلع ازاي؟ شايفين سطر الكود ده؟ هو ده اللي بيطلع الصورة دي. اليوزر اللي هو اللي انا داخل بيه، وهات لي الايمج بتاعه، وشوية معلومات او حاجات هنا بقدر احطها، ترك 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 كده، اعدل في شكل الصوره او حجم الصوره علشان العب في الانترفيس. يبقى انا كده عملت، حققت حاجتين. حققت اول حاجه ان انا عملت الصوره نفسها، جبت الصوره نفسها، ظبطت الانترفيس، فاكرين الكومبوننتس، وده الكود اللي بينادي على الصوره اللي موجوده في الداتابيس. فدول الثلاثه كومبوننتس بتاع اي برنامج. طيب انا عندي هنا كمان ايه؟ نيو انفستيجيشن. في نيو انفستيجيشن ده عباره عن ايكون، سوري، بوتون، بوتون 3، اسمه بوتون 3. واكتب التكست هنا نيو انفستيجيشن. ممكن اشيل انفستيجيشن فيحصل لي هنا كده ان هو بقى نيو انفستيجيشن بس. اقدر اعدل فيه، هو اوريدي ديسبلايد مود عامل ازاي، البوزيشن بتاعه في الحاجه نفسها بتاعت الموبايل، الحجم بتاعه، الوانه،
الفورماتنج بتاعته advanced، لما باجي ادوس على ده بيوديني فين، بيعمل ايه on select. اول ما ادوس عليه بيعمل اول ما ادوس عليه on select بيديني انا عاوزه يعمل new form ونافيجيت للصفحه اللي اسمها اد، اللي هي الصفحه دي، هي الصفحه دي، فبيعمل اد للنيو بروجكت. تمام. طيب ده الايكون طيب اللي موجوده هنا دي وظيفتها انها تعمل ايه؟ الكود ابتدى يزيد، وظيفتها ان هي تكلير كل الحاجات دي، حاجه اسمها variables، وتسيت نيو variable، وتنافيجيت لكاميرا كابتشر، يعني تروح للكاميرا كابتشر، كاميرا كابتشر اللي هي الصفحه دي. تمام. طيب في حاجه تانية اسمها هنشتغل عليها هنا، اسمها جاليري. شوف صورتي بقى بالمره. الجاليري ده جواه حاجات صغيره من ضمنها الصوره اللي انا عملت لها كابتشر. لو دوست كده الت كده الصور بتزيد، وجواه الكومبوننت دوت، بص هو بيكرر كل مع كل ايتم انا بحط، ودوت بيعمل ريموف. انا عملت كده، اعمل لي ريموف، ودوت بيعمل ديسبلاي للصوره نفسها، الفاليو بس اللي بناخده من الكاميرا كابتشر. طيب هو الكاميرا كابتشر ده كمان عباره عن ايه؟ عباره عن كومبوننتس بقى، كل الكومبوننتس اللي انت عاوزها هنا موجوده. عندك ليبلز، بوتنز، تكست، تكست انبوت، اتش تي ام ال تكست، ريتش تكست اديتور، بن انبوت لو عاوز حد يمضي، انبوت زي بوتنز، تكست انبوت تاني، بن انبوت تاني، دروب داون، كومبو بوكس، داتا بيكر، ليست بوكس، تشيك بوكس، راديو بوكس، توجل بوكس، تايمر بيعد ويعمل الايفنت لوحده اوتوماتيك، كونتينرز. بعد كده الباك جاليري اللي هو زي دوت، في صور وانفورميشن بالطول وبالعرض ومعرفش بالجنب وبالورب، داتا تيبل نفسها، الفورما نفسها لو عندي فورما زي اللي انتوا شفتوها كده بملاها تك 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 تك، ميديا من ضمنها صور 3D اوبجكتس، لو عندي فايل 3D موديل 3D عارضه، كاميرا اللي انتوا شايفينها اللي هي زي دي، ميجرنج كاميرا لو انا عاوز اقيس باستعمال الكاميرا، باركود سكانر، باركود ده عاوز سكان باركود فيديني معلومات من باركود دوت، عاوز اكابتشر فيديو، مايكروسوفت ستريم ده اليوتيوب بتاع مايكروسوفت، اوديو، مايكروفون، اد بيكتشر اضيف صوره، امبورت اكسبورت، اعمل اشوف بي دي اف او اشوف ماب. طبعا دي بريميوم ف مش كل الناس هتبقى موجوده عندها. شارتس انا باخد داتا من الشارتس اعرضها، وشويه ايكونز كده موجوده اوريدي. طبعا ممكن احط الايكونز بتاعتي بس دي اوريدي شويه ايكونز موجوده ومعروفه عالميا، متعرف عليها عالميا. بعد كده كومبوننتس لو عاوز ابرمج حاجه معينه لوحدها، وادي الاي اي، وادي الميكسد رياليتي. ميكسد رياليتي هوريكم فيديو لان انا هحتاج اخش يعني استعمل الموبايل، فانا مسجل فيديو من على الموبايل هوريكم الميكسد رياليتي بتعمل ايه. بس طب ببطلش دوت وبيبتدي يتعرض للناس اللي انا عامل لهم شيرنج، يقدروا يستعملوا الابلكيشن ده. عظيم. انا هرد على الاسئله في الاخر خالص، لو في اسئله. طيب هو احنا محتاجين ليه احنا محتاجين لو كود بلاتفورمز او بروجرامنج؟ لانه اقل في كتابه الكودز، يعني مش هقدر اقول الباجز قليله بس يعني خلينا نقول ان سهل ان انت تعرف الباج فين او المشكله فين. الديبلوي سوليوشن سهل بالنسبه للناس، سيملس انتجريشن تقدر تحطه في اي سيستم مع اي حد على اي فون، يعني الابلكيشنز اللي انا وريتها لكم دي بتشتغل على الايفون، بتشتغل على الكمبيوتر زي ما انا وريتها لكم، بتشتغل على الاندرويد،
طبعا طبعا مش اكسبنسيف زي ان انت تعمل الكود من اول وجديد وهكذا. تقدر تحط الداتا والاي اي والحاجات كلها كومبوننتس اوريدي جاهزه فيها اوتوميشن وهكذا وهكذا. مش يعني مش هنخش في الحاجات كلها, بس اهميه النو كود واللو كود انا شايفها مهمه جدا 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 في الورك فلو مانجمنت بتاعت اي بروجكت. الورك البروجكت لايف سايكل نفسها تقدر انت كمهندس تفكر في ابلكيشن تسهل عليك حياتك, تقدر تربطها بشيتس سواء جوجل شيت او سواء اكسل شيتس او whatever. تقدر تربطها ببيم. بيم ازاي تقدر تربطها ببيم؟ مثلا انت عندك داينامو سكريبت, وداينامو سكريبت ده بيربط مربوط ريفت كومبوننتس باكسل شيت. فاول ما ترن الداينامو سكريبت ده يحط في الاكسل شيت عن طريق البرنامج ده اللي انت عامله باللو كود, انت ربطه بالاكسل شيت دي. فتقدر كمان تربط البرنامج اللي انت عامله لو كود بالفايل بتاع الريب. طبعا هو بريدجينج عالي قوي كبير قوي, بس اللو كود تقدر تطبقه في البيم من غير ما تبقى حتى بتفهم في الاي بي اي. يا دوبك بس بتعرف داينامو بتربطه بالاكسل شيت. طيب اخر حاجه كده, ده السكريبت الاخراني اللي انا عاوز اوريه لكم بتاع الام ار الميكسد رياليتي. ديسبلاي كده, ده فيديو عملنا لودنج للموديل, ودي صورها واقعيه بيديتكت اللوكيشن وعمل لود للموديل جوه الانفايرمنت بتاعك. طبعا الموديل ده ممكن بمنتهى البساطه يبقى انسايت سكيل 1 تو 1, بتشوف الموديل بتاعك عن طريق الموبايل وهو اوريدي مش موجود, بس مش موجود في الحقيقه بس موجود على الموبايل زي ما انتم شايفين كده كانه ماكت. كل ده معمول بلو كود بروجرام. بس يا جماعه اي اسئله؟ اشوف الشات. جزاكم الله كل خير يا دكتور, الله يكرمك يا دكتور. اي حد عنده اسئله؟ نشوف الاسئله. هنستوب الشير ممكن؟ حضرتك عامل ستوب شير. اسئله كالاتي. بسم الله. سوري يا جماعه انا ما خدتش بالي ان انتوا بعتوا لي ايميلات. هل ده برنامج على الويب ولا يمكن ينزل على الفون او الويندوز؟ ممكن باشمهندس محمد شريف انت تقصد ايه بالظبط؟ هو كلهم برامج اوفر كلاود. اللو كود بروجرامنج اللي احنا شفناه اللي هو باور ابس ده في الاخر بيوصل لك ان البروجرام نفسه يشتغل واتفر بقى على زي ما باشمهندس عمر كده مكاتب اندرويد او ايفون او ويندوز whatever. في اسئله تانية؟ في اسئله تانية فوق عشان صمت ايه تساعدني. تفضل باشمهندس محمد. السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس لو انا مثلا لسه مبتدئ في البرنامج ده, يعني الفتره قد ايه اللي انا ممكن اخدها يعني الاقي نفسي ان انا بقيت يعني مش هنقول مثلا بيرفكت بس يعني يكون بمشي حالي؟ مثلا لو انا مثلا بعمل لينك مثلا لحصر كميات من الريفت يا باشمهندس وبجيبها مثلا باخد البرنامج ده, انت قول ان انا يعني خلاص ان انا اقدر اعتمد على البرنامج ده يا باشمهندس, وهل مثلا ده فري ولا بيعطيني مثلا 30 يوم وبعد كده برضه ارجع اشتري؟ طيب في حاجتين حضرتك بتتكلم على الباور ابس اللي انت شفته اللي هو لو كود
ولا بتتكلم على اللي هو البلوكس اللي هي الفلوز اللي كنا بنبعت فيه ايميلات وحاجات كده؟ عشان دول اتنين تكنولوجيز مختلفين وساعات بيعتمدوا على بعض. اخر واحد يا باشمهندس. اخر واحد تمام. اخر واحد ده تبع مايكروسوفت اوفيس 365. هو اشتراكه تقريبا في الشهر ممكن يبقى في حدود $10. مفتوح فري لناس يعني اللي هم ستودنتس مفتوحين كانك بالاوفيس الاونلاين اوفيس 365. جواه الباور بلاتفورم دوت هتلاقي جواه باور ابس وباور اوتوميت وباور بي اي وكل مجموعه الباور بلاتفورم. الابلكيشن دوت اللي هو الباور ابس انا بالظبط اتعلمته في 6 شهور يوميا مثلا ساعتين علشان اوصل للمستوى اللي انت شايفه ده. اظن ناس كتيره ممكن تطلع نتائج بدري عن كده قوي. والفيديوهات بتاعت باور ابس موجوده كتير جدا على الانترنت على اليوتيوب بالذات. يا ريت يا باشمهندس عمر تبقى تعمل لنا شويه حاجات. مش بدبسك والله. تمام يا دكتور استاذ. بس ارجو ان انا اكون رديت على سؤالك. شكرا لك يا باشمهندس. بعد اذن حضرتك يا باشمهندس عندي سؤال صغير. اتفضل. هو في الاكزامبل الاخراني في للميكست رياليتي اللي حضرتك وريته لنا. تمام. حضرتك واخد الموديل ده من على بيم بروجرام ولا ده حاجه ثانيه؟ ده سؤال هايل. ده سؤال هايل. النكست رياليتي الفايل دوت دوت 3 دي اس او دوت فورمات ثانيه بس مش اف بي اكس. اسمه جي بي ال. جي بي ال سام طبعا مفهوش الانفورميشن بتاعت البم. لو انت بتسال على حاجه ميكسد رياليتي ليها علاقه بالبم في برامج بتشتغل ميكسد رياليتي مش على الموبايل بتشتغل على حاجه اسمها مايكروسوفت هولو لينس. برنامج زي فيوزر مثلا ده بتقدر تعمل من عليه بتشوف معلومات البم وتقدر تعمل عليه 4D كمان سيميليشن ميكسد رياليتي 4D سيميليشن. يعني انت تبقى في السايت وتشوف وانت لابس النظاره بتاعه مايكروسوفت هولو لينس وتشوف البيلدينج وهو بيتبني 4D قدامك. انما الفايل اللي انت شفته دوت مجرد موديل مش بم موديل. تمام. يعني اذا 3 دي اس والحاجات دي قبل موديل الهولو لينس اللي حضرتك قلت عليه الابلكيشن ده هل هو لو كود بروجرامنج برضو ولا حاجه ادفانسد اكتر؟ لا هو لو انت بتعرف مثلا فيوزر او بتعرف فيوزر شبه اكتر لومين بس عليه شويه حاجات كده بتعتبر نقدر نعتبرها ان هي تبع اللو كود بروجرام. بس يعني مثلا تقول له في الوقت الفلاني يعني مثلا لو انت عندك تايم سكادول اوريدي موجود على اوبجكتس ممكن تلود الاوبجكتس ديت جوه فيوزر ويشتغل عادي جدا مش محتاج ان انت تعمل حاجه على فيوزر اصلا. فيوزر ده برنامج بردك موضوع تاني خالص ليه علاقه بال 4 دي سيميليشن. بتقدر تطلع منه فيديوز ممكن تعمله فيرتشوال رياليتي واوجمنتد رياليتي او ميكسد رياليتي وكده يعني تستعملها بنظارات وات ايفر الفيرتشوال رياليتي او الاي ار. بس شكرا لحضرتك يا باشمهندس. في اسئله تاني؟ تمام يا دكتور جزاكم الله كل خير. شاكرين جدا للمحاضره القيمه ديت. الله يكرمك يا دكتور.
شكرا جزيلا لك يا باشمهندس عمر على المجهود اللي انت بتبذله معانا والله ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا. شكرا يا شباب. السلام عليكم.